تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ودعا الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعيد الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. كما دعا الرئيس السيسي الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر، ويحفظ مصر وشعبها.